أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة. ونبدأ نشرتنا لهذا اليوم بالأحداث حول العالم، حيث تعرضت مقاطعة لاس أنيماس بولاية كولورادو الأمريكية لعواصف رعدية شديدة تشكلت عدد من الأعاصير القمعية التي وثقها السكان، كان منها هذا المقطع. ننتقل الآن لاستعراض نشرتنا التي ستكون محاورها كالتالي: زخات أمطار على جنوب غرب البلاد، أيضا طقس حار في أغلب المناطق، وطقس مغبر في منطقة الليث وتمتد حتى منطقة جازان خلال عطلة نهاية الأسبوع. ننتقل الآن إلى صور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار الغيوم العالية في عموم المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية والجنوبية الغربية. هي عبارة عن تدفق لكميات من الرطوبة قادمة من منطقة بحر العرب في طبقات الجو العالية، لكن كانت عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأمطار من الجمعة وحتى الاثنين، حيث يلاحظ بعض التشكلات الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات الظهيرة والعصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن هناك يتم مراقبة تعرض جنوب منطقة الجزيرة العربية لموجة مدارية رطبة اعتبارا من يوم السبت، تبدأ من سلطنة عمان وتتحرك غربا باتجاه سواحل اليمن، ويتوقع أن تصل إلى المرتفعات الجنوبية الغربية يوم الاثنين، حيث تشتد الهطولات المطرية فوق مرتفعات جازان وعسير يوم الاثنين بفعل هذه الكتلة الهوائية الرطبة القادمة من منطقة بحر العرب. ننتقل الآن إلى خريطة هبات الرياح المتوقعة من الجمعة إلى الأحد. ركزنا في منطقة سواحل جنوب البحر الأحمر، وتوضح نشاط في سرعة الرياح على منطقة الليث، حيث تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني الرؤية الأفقية خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر خلال عطلة نهاية الأسبوع. أيضا نلاحظ عودة نشاط رياح البوارح بشكل محدود في المنطقة الشرقية وأيضا منطقة الرياض، تعمل هذه الرياح لإثارة الأتربة والغبار بشكل محدود في تلك المناطق خلال ساعات الظهيرة والعصر. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس غائم جزئي بغيوم عالية بدون فعالية مع 34 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة غبار خفيف مع 44 كحرارة عظمى، أما الصغرى 33، يوم السبت أيضا غبار خفيف 44 ل 32، أما يوم الأحد تنخفض قليلا درجة الحرارة لتسجل 42 درجة مئوية، أما الصغرى 33. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.